خلينا في البداية نتكلم عن أو نعرف الناس بالحملة. إيه هي الحملة؟ حملة يجي في إيدك نبني بلدنا هي حملة شعبية تأييد الجيش والشرطة، لأن دول أعمدة الدولة الرئيسية. طبعاً هي لم شمل الشعب المصري، لأن احنا محتاجين يبقى في تكاتف واتحاد في بشكل عام، فكرياً وثقافياً واقتصادياً كمان. أكيد تأييد الجيش والشرطة زي ما قلت لحضرتك، عندنا طبعاً تنمية وتطوير وبناء، وهي دي أهم حاجة إن احنا نقدر نشتغل ونفعل الدولة اقتصادية. أوكي طيب خلينا نتكلم عن النشاطات، يعني يمكن زي ما قلت في الانترو انتو حضراتكم من خلال الحملة بتشتغلوا على الإصلاح وعلى التنمية. المجالات اللي انتو شغالين فيها ايه؟ يعني مثلا في حاجات خاصة بالمرأة، حاجات خاصة بالطفل، حاجات خاصة بالتعليم، يعني ايه المجالات اللي انتو شغالين فيها؟ طيب احنا اول مشروع عملناه قبل ما ندشن الحملة أخذنا حتة أرض في الصحراء وقنناها وأخذنا الشباب وزرعناها. الله. وكانت أصعب شيء عندنا الأرض دي، معلش بدون قطع كلام حضرتك، الأرض دي الدولة هي اللي ادتها لكم ولا لا 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 ولا دي مجهودات ذاتية؟ احنا رحنا دي استصلاح أراضي صحراوية، رحنا اشتريناها وقنناها قانونا من الدولة وابتدينا إن احنا نستصلحها. طبعا كانت أكتر مشكلة بالنسبة لنا وهي الصخور، إزاي احنا نقضي على الصخور؟ كان في اقبال من الشباب؟ يعني دايما عشان احنا دايما بنقول ايه الشباب، ساعات بنلاقي في كده وفي كده، في شباب القهاوي وفي شباب اللي عندهم فكر وعندهم عايزين يبقوا حاجه. صحيح. كان في اقبال من الشباب جداً ولا جدا؟ وعايزه اقول لك اصغر شاب عندنا كان في ثانوي وطلع الاول. كان بيشتغل في الارض وكان يعني متعلم، يعني هو متعلم، كلهم على فكره مؤهلات عليا. هايل والله. فكان كل وقتهم ان عايزين يثبتوا ان احنا قادرين نعمل حاجه من غير ما نرجع للدوله، من غير ما نكون عبء على الدوله. فدي كانت نموذج مشرف للشباب. واتحدنا ان احنا كلنا لينا هدف واحد هو علم مصر. الله. فده كان هدف قيم جدا بالنسبه لنا. اكتر مشكله قابلتنا هي الصخور، والحمد لله احنا تغلبنا عليها واتزرعت طبعا الارض كذا حاجه الحمد لله. فدي بالنسبه لنا ان احنا نشوف ان الارض الصحراء انت حولتيها للون اخضر، واخذنا اطفال معانا على فكره عشان نوصل لهم. ده كان فين المكان يا دكتور؟ نعم كان المكان فين؟ في العلمين بنجر السكر، منطقه اسمها بنجر السكر، قريه هناك، قريه 27. اوكي طيب خليني اسال حضرتك عن التواجد في المحافظات، يعني انتم بتشتغلوا على القاهره بس ولا على جميع المحافظات مصر؟ لا طبعا على مستوى الجمهوريه. احنا